بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في آخر الحلقة السابقة مع قوله تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. وترجح من قول المفسرين أنها تعني طائفة من المؤمنين الذين كانوا يتمنون أن يفرض عليهم الجهاد وهم في مكة، فلما هاجروا إلى المدينة وفرض عليهم ما كانوا يتمنونه وجدوا في أنفسهم شيئا من المشقة وقالوا ما قالوا. وقلنا إن هذه كراهية نفسية لا كراهية دينية، أما لو كانت كراهية دينية فإن هذه ردة، كما قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وكما قال في المنافقين الذين يظهرون الإيمان، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، قال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذه صفة المنافقين، فهم يكرهون جميع الشرائع لأنهم لا يؤمنون بها ولا سيما القتال. أما المؤمنون فإنهم لا يعترضون على الله جل وعلا، وإن كانوا يشق عليهم بعض التكاليف كما في قوله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن تمام مقالتهم: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني يقولون لربهم: لو أجلت فرضية الجهاد إلى أجل قريب. يريدون أن لا يستعجل في تشريع الجهاد بل يكون متأخرا، ولكن الله جل وعلا قال لهم: قل متاع الدنيا قليل، الدنيا كلها أجل قريب وكلها متاع قليل، وليس للإنسان من العيش فيها إلا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، فليس الجهاد والقتال في سبيل الله مما يعارض ما للإنسان من العمر المكتوب في اللوح المحفوظ، فما كتب له أن يعيشه فسيعيشه ولو تعرض للخطر ولو دخل في القتال. والمتاع الدنيا قريب، والمؤمن يؤثر الآجل من الخير على الآجل لأنه أحسن عاقبة. أما ضعيف الإيمان والمنافق والذي في قلبه مرض فعلى العكس، يؤثر العاجل على الآجل مع أنه زائل، والآجل هو الباقي. فأهل النظر الصحيح والإيمان القوي ينظرون إلى العاجل
ولا ينظرون إلى الآجل. وأما المنافقون والذين في قلوبهم مرض وضعاف الإيمان فإنهم ينظرون إلى العاجل ولا يذكرون الآجل. ثم قال جل وعلا: والآخرة خير لمن اتقى. الدار الآخرة وما أعد الله فيها من الجنات والنعيم والسرور والحياة الدائمة التي لا منغص ولا مكدر فيها خير من الدنيا الفانية. خير لمن اتقى، خير يعني من الدنيا، لمن اتقى الله جل وعلا بفعل أوامره وترك نواهيه فإنه يعيش في الآخرة عيشة هنية دائمة لا تفنى ولا تبيد. ثم قال جل وعلا: ولا تظلمون فتيلا. لا يظلمكم الله شيئا من أعمالكم ولو كان من أعمالكم الصالحة ولو كان قليلا فإنه يحفظه وينميه لكم، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولا تظلمون بضياع شيء من أعمالكم الصالحة، ولا تظلمون أيضا بتحميلكم شيئا لم تفعلوه من الضرر، فإن الله جل وعلا هو الحكم العدل وهو الرؤوف الرحيم بعباده، كما قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والفتيل هو أقل شيء، وهو الخيط الرقيق الذي يكون في النواة، في نواة التمر، وهذا شيء يسير وهو أيضا ضعيف وقليل، ولكن من عمل صالحا ولو كان بمقدار الفتيل فإن الله لا يضيعه. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.